صباح الخير يا دبلوم، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله يعني يكون ترم كويس وتكونوا استفدتوا منه. النهاردة ان شاء الله هنستكمل اخر محاضرة لينا عن الأديرة، وهناخد درين من اهم الأديرة اللي موجودة في مصر. اول حاجة أديرة وادي النطرون، وبعد كده هننزل ريكورد تاني او فيديو تاني عن دير سانت كاترين. الحقيقة منطقة وادي النطرون هي اسمها بالعربي وادي النطرون، وطبعا النطرون دوت هو الملح اللي كان مستخدم بشكل أساسي في عملية التحنيط، وكانت المنطقة مشهورة بيه، وعلشان كده اتسمى بمنطقة وادي النطرون. الحقيقة في النصوص القديمة المكان كان بيسمى ساعات سكيتس، وسكيتس ديت كلمة يونانية معناها التجمع الديني. ليه اتسمى المكان التجمع الديني؟ إشارة لتجمعات الرهبان اللي بدأوا يتجمعوا بشكل كبير جدا مع بدايات انتشار المسيحية في مصر، ونتيجة زي ما قلنا قبل كده واستعرضنا ان كان في اضطهاد، فبالتالي المعتنقي الدين الجديد كما سميوا في الوثائق البردية بدأوا يهربوا للأماكن الصحراوية ويتجمعوا وتتكون حركة الرهبنة في مصر في ذلك الوقت. طبعا المكان الناس اللي بتسافر كتير ما بين القاهرة واسكندرية يقدروا يشوفوا كده يافطة كبيرة ما بين على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، مكتوب أديرة وادي النطرون أو إلى منطقة وادي النطرون. منطقة وادي النطرون حاليا تتبع محافظة البحيرة. طيب بالنسبة للمكان، إيه أهميته؟ الحقيقة منطقة وادي النطرون أو الأديرة كانت مقر مهم جدا للكرسي البطريركي في مصر، الكنيسة المصرية، وخصوصا في فترة القرن السادس للسادس الميلادي. طبعا المكان برضو زي ما قلنا كان واحد من أهم التجمعات المسيحية وللرهبان من فترة القرن الرابع حتى القرن الخامس الميلادي. بالإضافة لكده، فمنطقة وادي النطرون بها أحد الأماكن المرتبطة برحلة العائلة المقدسة لمصر، ألا وهو بير مريم. يقال إن أثناء رحلة العائلة المقدسة لمصر يعني نزلوا في هذا المكان وشربوا من بير، وعلشان كده هذا البير بيسمى ببير مريم، ويحظى طبعا بتقديس وأهمية كبيرة. أديرة وادي النطرون مرتبطة بأسامي كتير جدا من الرهبان اللي يعتبروا من مؤسسي ملامح العامة لحركة الرهبنة في مصر، زي الأنبا مقار والأنبا أمون والأنبا بشوي. يعني كل دول قديسين كان ليهم يعني تأثير مهم جدا في تحديد الملامح العامة لعملية الرهبنة في مصر. بالإضافة لكده، فإن الرهبان ترجموا عدد كبير جدا من الكتابات الدينية للغة القبطية وبعد كده للغة العربية، وده أسهم في إثراء التراث القبطي أو التراث المسيحي في مصر في تلك الفترة. طيب تعالوا نقول الكلام دوت كده بالإنجليش. The monasteries of Wadi Natron are located in a place which is called Wadi Natron in Arabic, the Valley of Natron, and this refers to the large quantities of sodium hydroxide. With the sodium hydroxide, it's a type of salt which was specially used during the process of mummification. بيستخدم بشكل بصفة مهمة جدا في عملية التحنيط. Also, the site was called in the Greek inscriptions Sketes. What is the meaning of Sketes? Sketes means a religious community. Why was this place called religious community? Referring to the community of the Christian community or the community of the monks. يعني إيه monks؟ اللي هم الرهبان. Which appeared as early as the 4th century AD. This place was clearly visible in the Roll Desert roadway between Alexandria and Cairo, and it's now belonging or it's among the territories of Al-Bahira Governorate. طيب، what are the important the points of importance for the monasteries of Wadi Natron؟ هي أهمية أديرة وادي النطرون. It's considered to be the residence. يعني إيه residence؟ Residence يعني مقر. The residence of the patriarch of the Egyptian church, especially from the 5th and 6th century AD, or from the 4th even to the 6th century AD. تعتبر مقر البطريرك. The site was also one of the most Christian sites and Christian communities in Egypt during the 6th century AD. It was also a part, it housed a part of a monument, which is a part of the visit of the Holy Family to Egypt. It was said that the Holy Family settled in this place and they drank from a well which is now called Bir Maryam, and therefore the place gained more importance. It's also from these monasteries different saints appeared, especially the Saint Macarius, Saint Bishoy, Saint Amun, and they are one of the most important religious characters in the Christian community in Egypt during that time.
The monks also were translated many of the literature to the Coptic language, and after that even to the Arabic language, and therefore they enriched. يعني ايه enriched بالضبط؟ يعني اللي هم عملوا حالة من الإثراء. enriched the Christian literature, modern literature in Egypt. طيب هل المكان ليه يعني جذور يونانية أو جذور حتى فرعونية؟ فعلا هو المكان ليه جذور طبعا، وما نشأش كده مرة واحدة. ودوت مهم جدا ان احنا نشير ان وادي النطرون كان احد الواحات اللي موجودة في مصر. ايوة الواحات، لان طبقا للنصوص زي نصوص مثلا معبد ادفو بتقول ان الواحات المصرية كانوا 7 مش 5 زي دلوقتي، ووادي النطرون كان بيعد واحة من الواحات. بالاضافة لكده فوادي النطرون هو كان نقطة الترانزيت ما بين بعض الواحات، زي مثلا البحيرة والفرافرة. ان مثلا الفرافرة برودكتس بتاعت الفرافرة لما كان الناس بتيجي قوافل كانوا بيستريحوا في وادي النطرون، وتمهيدا لنقلها لمنطقة اسمها هيراكليوبوليس اللي هي إهناسيا في بني سويف. طيب هل عندنا بعض الآثار اللي ترجع للعصر الفرعوني في هذه الفترة؟ هي الحقيقة آثار بسيطة جدا، زي مثلا لقينا تمثال بست، يعني تمثال نصفي الجزء العلوي منه بيرجع للقار الأسرة ال17. عندنا عتب من الباب وبقايا باب بيرجع لعصر أمين محات الأول في الأسرة ال12. الحقيقة المكان اكتشف شهرة كبيرة، لكن نتيجة انتشار مرض الطاعون من جهة وهجمات البربر من جهة أخرى، فمع بداية حتى القرن ال15 المكان بدأ يعني الأديرة بتاعته بدأت تقل وتندثر، ولم يبق منها إلا 4 أديرة رئيسية اللي احنا هنتكلم عنها. So the Wadi Natron, its history dates back as early as the Pharaonic period. It was one of the 7 oases of Egypt, according to the inscriptions of Edfu temple. It was the caravans, يعني الكارافنز يعني القوافل, passing from Bahira and oasis to Farafra oasis, passed from the oasis of Wadi Natron, and also the merchants from Farafra, they sold their products in Heracleopolis, settled as a transit place in Wadi Natron. We discovered certain monuments, pharaonic monuments, such as the bust from the 17th dynasty, a doorjamb from Amenhat the first of the 12th dynasty also was discovered in this place. زي ما قلنا وادي النطرون gained a special reputation، سمعة مهمة جدا، a special reputation during the 4th and the 5th century. However, by the spread of the plague اللي هو الطاعون and also the attacks of the Berbers اللي هم هجمات البربر، the place lost its importance by the 15th century and only 4 monasteries remained in the site. هناخد أهمهم، الجزء الأهم فيهم اللي هو دير الأنبا مقار في وادي النطرون، والحقيقة ده يعتبر من أكبر الأديرة اللي عندنا. هو بيرجع في الجزء الجنوبي من الأديرة، وهو بيقع إلى الغرب من طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، تقريبا 129 كيلومتر من القاهرة. الأنبا مقار هو يعتبر أحد تلاميذ الأنبا أنطونيوس واللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، يعتبر مؤسس أو اللي نقل حركة الرهبنة من مجرد حركة فردية على يد الأنبا بولا لحركة رهبنة أو سلك الرهبنة أصبح بشكل منظم وليه تقاليد وطقوس على يد الأنبا أنطونيوس. الأنبا مقار قرر أنه هو يهب حياته للعبادة من سنة 300 حتى 390 ميلادية، وعلشان كده عزل نفسه في الصحراء وبدأ يتعبد، وكان مجموع معاه مجموعة من الأتباع اللي تبعوه لمنطقة وادي النطرون واستقروا في هذا المكان. قرروا ان هم يبنوا كنيسه. مع القرن السادس بدات تظهر كنيسه باسم الانبا مقار، واصبحت هي مقر للكرسي البابوي، وخرجت هذه الكنيسه او طلع من هذه الكنيسه اكثر من 30 بابا من بطريرك الكنيسه المصريه. في سنه 1970 احد القديسين اللي هو انبا متى المسكين قرر ان هو يعني ايه يتبرك بهذا المكان، وقرر ان هو يقعد في هذا المكان بجانب كنيسه الانبا مقار. والحقيقة حاليا دير الأنبا مقار بيحوي حديقة كبيرة جدا من أشجار الزيتون، وأكثر من 100 راهب داخل هذا المكان.
المبنى او الدير زي ما قلنا هتلاقوا دايما الاديره متشابهه، زي لو حد لو درستوا اثار اسلامي هتلاقوا دايما برضو المساجد حواليها برج كبير جدا او سور، والسور فيه برج، هي نفس الفكره، هي برضو مجموعه من الكنائس وحواليها بيحيط سور ضخم لحمايه هذه الكنائس والمنشات الهامه علشان يحمي هذا المكان. المكان او المونستري بنقدر ندخله من خلال النهايه الغربيه للسور الشمالي، النهايه الغربيه للسور الشمالي ده الجيت واي بتاع المكان. وبنلاقي جنبه فيه برج، برج يعني متصل بسور القلعه. وهذا البرج كان بيستخدم من قبل الرهبان للاحتماء داخله اثناء الهجمات المختلفه اللي ممكن يتعرض لها الدير. بالإضافة إن المكان أو الدير نفسه بيحوي 3 كنايس وصالة للطعام ومزرعة كبيرة لأشجار النخيل والكلام دوت كله هنستعرضه كده واحدة واحدة مع بعض. So the monastery of Saint Macarius is surrounded by a great enclosure wall. Okay, and inside the enclosure wall we can find 3 main churches, a keep اللي هو البرج، a refectory اللي هي صالة للطعام، and also a great garden with palm branches. The entrance could be found in the western side or the western end of the northern wall. This is the main gate and this is the enclosure wall of the monastery. After passing through the entrance we can find ourselves inside the monastery of Saint Macarius in Wadi Natron. طيب ايه هي اهم كنيسة؟ هي الكنيسة بتاعت الانبا مقر نفسه، وهي كنيسة صغيرة جدا. هنلاقي ان هي يعني الديزاين بتاعها حتى بسيط. هي بتتكون من ايه؟ بتتكون عندنا مدخلين، المدخل الرئيسي هو بيقع هنا في الناحية الغربية، ومدخل تاني بيقع من الناحية الجنوبية وهو مدخل صغير يعتقد ان هو كان بيستخدم من قبل رجال الكنيسة نفسهم. المبنى نفسه بياخد الشكل المستطيل، والصحن دوت بيتقال عليه خورس، ماشي. وهنا ده الهيكل بيتكون من 3 حنايا، الحنية اللي في النص للقديس بنجامين، والحنية ديت اللي هي C4 شايفينها، ودي قديس يوحنا المعمدان، وC2 يقال ان هي للأنبا مقر. ال3 حنايا دول هما اللي بيكونوا هيكل الكنيسة. طيب ايه دول؟ احنا عندنا هنا سلم بيؤدي لبقايا لحجرة صغيرة بها رفات الأنبا او ليوحنا قصدي المعمدان، وهنا في حنية برضو بتحوي رفات ال3 مقارات، 3 من اسمهم مقار اللي هو الأنبا مقر ومقار اسكندرية. خلاص ديت ال3 مقارات اللي احنا ايه نقدر نشوفهم في هذا المكان، ومقاريوس اللي هو او مقار الشهيد، مقار الشهيد عشان كان بيتسموا بثلاث ايه 3 مقارات. نقولهم تاني، يبقى ده المدخل الرئيسي، ده مدخل فرعي كان بيستخدم من قبل رجال الكنيسة، ده الخورس. اوكي السانشري الهيكل نفسه مكون من 3 حنايا، 3 حنايا مغطاة ب3 قباب. اوكي اللي في النص دوت لبنجامين، وهي دوت ليوحنا المعمدان. افتكر دايما ان بتاع يوحنا المعمدان جانب الاوضه اللي بتؤدي للرفات بتاع يوحنا المعمدان، وهنا يقال ان هو بتاع سانت ماكاريوس نفسه. هنا الرفات ال3 مقارات، المقار اللي هو مؤسس الكنيسه، ومقار اسكندريه، والانبا مقار الشهيد، عشان كده تسمى ب3 مقارات. اوكي So this church takes the rectangular design. It has 2 entrances. The main entrance is found in the western side, and the second one is found in the southern side. It's a small one, and it was probably used for the church stuff. After that, we can find the nave or the chorus. And here we can the sanctuary. It divided into how many apses? Yes, 3 apses, all of which were covered with domes. The central one is dedicated to Saint Benjamin. This one is dedicated to Saint John the Baptist, and the third one is dedicated to Saint Macar or Macarius. This one is a small crypt. يعني إيه crypt؟ أوضة تحت الأرض أو سرداب. It's leading to the reliquary of Saint John the Baptist, and this one is dedicated. It's a reliquary أو مكان للرفات for the 3 Macari. 3 مقارات، the 3 Macari, who are the 3 Macari? Saint Macarius, the founder of the church, Saint Macarius of Alexandria, and Saint Macarius the Martyr, اللي هو مقار الشهيد. تمام؟ خلاص؟
خلاص. This is one of the domes of covering the chapel of Saint Macarius, and we can find here the traces of the drawings covering the chapel or the niche of Saint Macarius. دوت الحجاب او اللي هو الودن سكرين, الحجاب الخشبي اللي بيفصل, ادي الخورس اهو, وده المفروض السانكتوري اللي هو اللي فيه ثلاث حنايا ورا, بيفصل ما بينهم جدار خشبي مطعم بالابانوس والعاج, وفي اشكال مختلفه من الصلبان بالاضافه لرسومات مختلفه للسيد المسيح والقديسين. So this is an inlaid wooden screen wall separating the nave or the chorus of the church and the three apses of the sanctuary. It's inlaid with ebony and revealing the decoration of different crosses and icons of Jesus the Christ and the saints. ده الكريبت اللي احنا قلنا عليه اللي بيؤدي الى رفات سان جون ذا بابتست, and the relics of سان جون ذا بابتست are preserved in a wooden container. It's also inlaid with ebony, different shapes of crosses, and here the shape of John the Baptist. وعندنا هنا بقى الريليكوي of the three Macari اهم. This is the reliquary of the three Macari, Saint Macarius, the founder of the church, Macarius of Alexandria, and Macari the Great. خلاص, and it's inside a small niche with carved wooden reliquary and carvings. طيب بالإضافة لكده إحنا عندنا كنيسة تانية اسمها كنيسة 49 شهيد, وده يعني إشارة ل49 رهبان اللي تم يقال إن هم يعني لقوا حتفهم أثناء هجمات البربر على هذا المكان في تقريبا نهاية القرن الخامس الميلادي. ويقال إن هذه المكان أو هذه الكنيسة كانت في الأصل جزء من الكنيسة الرئيسية, كانت جزء من الكنيسة بتاعة الأنبا مقار أو كنيسة الأنبا مقار, وبعد كده تم فصلها حتى تكون كنيسة لوحدها أو كنيسة مستقلة. يعني كانت بتستخدم, هي كنيسة صغيرة وبتستخدم في بعض الأحيان أثناء الاحتفالات الخاصة بالبشارة والأعياد المسيحية المختلفة, ويقال عليها دي كنيسة 49 شيخ. تمام, وهي برضو بتتكون بنفس الشكل او الديزاين من خورس او نيف بحنايا مختلفة بيفصل ما بينهم wooden wooden sanctuary. So we have another small church. It's dedicated to the 49 martyrs who were killed during the attacks of the Barbers, and it was originally a part of the church of Saint Macarius. It was after that transferred to be an independent church. And we have here the entrance leading to a very simple design church, a chorus and a sanctuary, without any types of decorations, and it's covered with a vaulted ceiling. يعني a vaulted ceiling, يعني سقف مقبي. A vaulted ceiling and traces of older capitals were discovered or found. Here we can find the inlaid wooden screen wall separating the chorus from the sanctuary. طيب دي الشيرش الأخيرة أو الشيرش الثالثة الرئيسية اللي عندنا في الدير, اللي هي شيرش لقديس آخر اسمه الأنبا إسخروم, ودي تعتبر إلى حد ما كنيسة حديثة شوية. هي برضو في الأصل كانت بتقع الناحية الجنوبية لكنيسة الأنبا مقار, وتم فصلها لتكون كنيسة لوحدها. هي برضو بتتكون من صحن للكنيسة وخورس وسانكتوري, والباب بتاعها اهو بيقع من الناحية الشمالية بيؤدي للصحن, وادي الخورس اهو والمفروض السانشري ورا, والمفروض ان الدور دوت بيؤدي لحنية كده او يعني اوضة صغيرة بتحتوي على الريليكس او رفات يوحنا القصير احد القديسين المشهورين جدا داخل اديرة وادي النطرون. So this is the entrance leading to the nave. This is the nave of the church of Anba Iskhirum. And after that we can find here the chorus. A wooden screen is separating the chorus from the sanctuary. And the sanctuary, we can find here a small room having the relics of St. John the Short, Yohanna al-Qasir, one of the prominent figures of in the churches or in the monasteries of Wadi Natrun. This is the keep اللي احنا اتكلمنا عنه,
الحقيقة دوت هو البرج اللي كان بيستخدم للاحتماء للرهبان، وهو بيرجع للقرن ال13 الميلادي، اللي هو بيتكون من دورين، الدور الأولاني الدور التاني قصدي بيحوي بعض الشابلز او الحانية اللي تم اهدائها للانبا انطونيوس، الانبا بولا، والانبا باخوم، الثلاث اهم شخصيات في تاريخ الرهبنة المصرية. وبالاضافة ان هي فيها حجرات او صوامع للايه للمنكس للايه للرهبان يعني. So this is the keep of the monastery and it was used as a refuge place or a place for preserving or for protection for the monks during the attacks. It dates back to the 13th century AD and it's divided into two floors. So the second floor is contains chapel for Saint Anthony, Saint Pachom and Saint Paul, the three important figures in the monasticism of Egypt. خلاص. طيب الدير التاني اللي عندنا هو دير الأنباسريان أو دير السريان. ودير السريان يعتبر من أجمل الأديرة اللي ممكن تشرحها as a tour guide. قبل بس ما نوصل لدير السريان كنت عايزة أوريكم حاجة. شايفين الجزء ده؟ خلاص، دايما الأبراج متصلة بسور القلعة من خلال حاجة كده زي الإيه، زي الكوبري، كوبري خشب، وبيتقال عليه درو بريدج. الكوبري الخشب دوت درو بريدج دوت ممكن يتحط مثلا اثناء مثلا عمليه الهروب، لو حصل اتاك فهم هيطلعوا ازاي، ممكن يعملوا الدرو بريدج دوت يدخلهم بقى على بقيه الاماكن، ولو في مثلا هجمه او حاجه ممكن يقفلوه ويدخلوا الدرو بريدج دوت جوه ويقفلوا على نفسهم من جوه. فدي احد الوسائل الدفاعيه اللي كانت بتستخدم في بناء الابراج بصفه عامه. So this keep is connected with the towers with a draw bridge, a wooden draw bridge, which was sometimes used during the attacks of the Berbers. الدير التاني اللي عندنا هو دير السريان. الحقيقة دير السريان يعتبر من الأديرة اللي موجودة في ضمن منطقة وادي النطرون، وهو أصلا كان بيسمى بدير الست ماري، ساو سانت ماري، القديسة ماري، وهو بيرجع للقرن الثامن الميلادي. لكن بعد كده يقال إن في مجموعة من الرهبان اللي جايين من سوريا اشتروا أو يعني قعدوا في المكان واشتروا الدير دوت، ومجموعة من الرهبان السوريين استقروا في هذا المكان. لكن مع عملية الطاعون اللي انتشرت أو مرض الطاعون اللي انتشر في مصر في القرن ال15 الميلادي، تم سكن الدير مرة أخرى رهبان مصريين. لكن بعد فترة طويلة كان خلاص الدير معروف ضمنيا بأن هو دير السريان. تمام. So this monastery dates back to the 8th century AD. It was originally used or known as the Dair of Saint Mary. However, after that, it was purchased to, يعني إيه purchased to، يعني تم شراؤه. It was purchased to one of the Syrian monks, and the Syrian monks began to settle in this site. However, by the 15th century AD, after the spread of the plague, the Syrian monks were replaced with the Egyptian monks once more, and but after being well known as the monastery of the Syrian monks or the Deir al-Siryan. طيب دير السيرين في ايه الحاجات اللي احنا ممكن نشوفها؟ كالعادة لازم نبقى عارفين اي دير بيكون من ايه، بيكون من انكلوجر وول بتحميه، مجموعة من الكنائس. انا برضو من اهم الكنائس هما ثلاث كنائس رئيسية، كنيسة الست ماري، كنيسة العذراء، وكنيسة الاربعة والتسعة واربعين شيخ، بالاضافة للبرج نفسه اللي بيستخدم للاحتماء. وعندنا بقى طبعا الجاردنز، صوامع اللي هي القلايات او الصوامع اللي بتستخدم للنسك، ان هما بيتعبدوا فيها وبيقعدوا فيها. عندنا دايما الميل ديت اللي هي المطحنة اللي بتستخدم لطحن الغلال المختلفة والقمح، فهي تعتبر كأنها مدينة مصغرة داخل ايه الدير. ده التخطيط الرئيسي بتاعها. هناخد تخطيط الكنيسة نفسها او طبعا ده الكيب. خلاص شايفين الدرو بريدج هنا واضح ازاي. This is the keep of the monastery. It was used during the attacks of the Berbers, and it connects the keep with the rest of the building of the monastery. تمام. And this is the wooden drawbridge. شايفينه؟ خلاص. وأثناء مثلا أنا عايز مثلا أفصل المكان عن باقي السور، بروح رافع الدروبريدج دوت ومدخله جوه. دي الكنيسة الرئيسية، ودي كنيسة فيرجن ماري.
خلاص بتتكون من ايه؟ فيرجن ماري بتتكون من دي الانترنس اهو، وبعد كده بلاقي صحن الكنيسه مقسم لثلاث اجزاء رئيسيه، ادي الصحن اهو مقسم لثلاث اجزاء رئيسيه، وعندي الخورس. الخورس هي غرفه مستطيله على جانبيها حنيتين، على جانبيها حنيتين، وفيهم طبعا اشكال رائعه جدا من زخارف البينتينجز او الجداريات. وبعد كده بلاقي الهيكل نفسه، السانكتوري نفسه، وهي حجره مربعه برضو مغطاه بقبه. تمام، يبقى here we can find the entrance. It's a rectangular design and can find the entrance is leading to the nave which is divided into three parts. Okay, and after the nave we can find the chorus. The chorus, as we said, it's the transitional place between the nave, which is divided into three parts, and the sanctuary, the square shaped sanctuary. In the nave we have different important scenes such as the three patriarchs. Who are the three patriarchs? الثلاث أباطرة أو الثلاثة هم إبراهام، إسحاق، and يعقوب. This is one of the most marvelous shapes paintings of Abraham, Isaac, and Jacob in paradise في الجنة، with the souls of the blessed يعني الأرواح المباركة، يتقال عليها الأرواح المباركة on their laps. And this important and very remarkable design is dating back to the 10th century AD. طيب نرجع تاني، خلاص دي انا بس هديلكوا كده سبوتس على البينتينجز المهمه. طبعا دير السريان بتميز بجمال الجداريات بتاعته، الكنيسه دي بالذات، الكنيسه الرئيسيه بتاعت الكنيسه القديسه مريم او كنيسه العذراء قصدي. هندخل على الخورس. الخورس عندي حنيتين، الحنيه ديت فيها الديميليشن اوف هولي فيرجن ماري اللي هو موت السيده العذراء، وهنا فيها منظر برضو مهم جدا اللي هي منظر البشاره. تعالوا نشوف موت السيده العذراء هنا في الخورس ده او في الحنيه دي قصدي، Death Bed of Virgin Mary اهو هي بتتوفى. Painting on the upper wall of the eastern chorus, eastern wall of the chorus، ودي برضو بترجع لل 10th century AD. تمام، هنشوف بقى النتيفيتي او البشاره اللي هي بتبشر السيدة العذراء بالسيدة المسيح أثناء عملية ولادتهم ولادته يعني. And وهنا Archangel Archangel is announcing the birth of Jesus the Christ to Saint Virgin Mary. أهوت الأرشانجل بيبشر السيدة العذراء بولادتها للسيد المسيح، وإن السيدة العذراء وهي ولدت خلاص السيد المسيح. دي الحنية هي الجنوبية للخورس، طبعا تعتبر من أجمل المناظر اللي احنا نقدر نشوفها في البينتينجز. خلاص يبقى احنا عندنا هنا 3 patriarchs شفناهم، عندنا هنا الانونسيشن اند نيفيتي البشاره وميلاد السيد المسيح، وهنا موت السيدة العذراء في هنا ايه في الابس ديت. بعد كده عندنا السانكتوري نفسه، برضو عندنا في الثاوزن وول اوف ذا خورس شكلين برضو من التو سينس، واحد سين كوزمس اند داميان، ودي تعتبر الى حد ما قديمه شويه يعني، بينتينج قديمه شويه بترجع للقرن الثامن الميلادي. تمام، طب دي كانت اهم الحاجات. طبعا يعني اول ما تروح لسنت او دير السريان لازم تشرح الكنيسه الرئيسيه اللي هي كنيسه العذراء، لان الحقيقه كنيسه العذراء من اهم او اجمل التشيرشز اللي انت ممكن تقابلها، وفيها حاجات كتير جدا وفيها يعني ايه شغل. بالاضافه لكده فان الدير بتاع السريان برضو فيه متحف، خلاص والحقيقه من المتحف دوت من الاماكن الجميله جدا، انا الحقيقه بحب اروح ازوره لان فيه ايقونات بترجع تقريبا القرن ال 17 وال 18 وفيها كميه شغل عالي وفيها بريزرفيشن عالي جدا لهذه الايكونز. طيب عندك المونستري اوف سانت بيشي بتاع دير الانبا بيشوي، تعالى كده نشوفه مع بعض. خلاص احنا حفظنا الدنيا هتمشي ازاي، دايما بيبقى عندي انترنس، الانترنس بيبقى متصل بالتاور البرج، عندي انكلوجر وول، عندي ديفرنت تشيرشز، صح؟ هي دي الحاجات اللي انا اقدر اشوفها في اي دير. خلاص، والحقيقه دير الانبا بشاي مصنوع او الشرش نفسها هي كانت مصنوعه من الطوب الاحمر، علشان كده في بعض الاحيان الرحاله القدام كانوا بيقولوا على الدير دوت هو الدير الاحمر، نتيجه ان هو من بره الكنيسه كانت لونها بالاحمر فعشان كده بتسمى بالدير الاحمر. الحقيقه الكنيسه القديمه الى حد ما مش موجوده حاليا، ولكن الكنيسه الحديثه بترجع للقرن ال 19، فعشان كده هي تعتبر
تعتبر إلى حد ما يعني إيه حديثة شوية، لكن الهيكل بتاع الكنيسة يقال إن هو بيرجع للقرن السادس أو السابع الميلادي. إحنا عندنا طبعا داخل الكنيسة بعض الكنائس المختلفة، أهمهم كنيسة سان جورج، كنيسة أبا أبسخيرون، بنجامين، أرك إنجل مايكل، يعني تقريبا أربع كنائس رئيسية، بالإضافة للريفاكتوري اللي إحنا دايما بنقول عليه اللي هو قاعة الطعام. أوكي، وآدي التاور أهو، آدي الدرو بريدج اللي بيصل ما بين التاور and the rest of and the entrance of this place. تمام، وادي الريفاكتوري، الانشنت ريفاكتوري اللي كانت بتستخدم اثناء عمليه الطعام واثناء التجمعات المختلفه. واخر دير عندنا اللي هو الدير الرومان او وادي النطرون، في وادي النطرون برضو الحقيقه برضو دي من الاديره الى حد ما يعني يعتبر حديث شويه. وهو دير الرومان دوت بيرجع او مهدى لاتنين من الجنود الرومان اللي هو ماكسيميوس اند ميتيوس، وهما اتنين اخوات خدموا في الحاميه الرومانيه في سوريا، وبعد كده ان هما توفوا وكانوا احد اتباع الانبا مقار، فعلشان كده بعد موتهم الانبا مقار اهدلهم يعني حاجه كده معينه او اهدلهم جزء من المكان، وعلى هذا المكان ظهر بقى ايه الدير او الشرش بتاعتهم. زي ما احنا شايفين هو يعتبر دير حديث زي ما بنقول، فمهوش يعني ايه حاجه اثريه بتهمنا قوي، بس خلاص احنا حفظنا الدنيا ماشيه ازاي. هو عباره عن سور كبير، عندي الكيب او التاور اللي بيستخدم اثناء هجمات البربر، عندي الشرش اوف سانت جون ذا بابتست اند ذا تشيرش اوف هولي فيرجن ماري، دي تعتبر اهم الكنائس اللي موجوده في الايه في المكان. ده يعتبر نبذه بسيطه جدا، طبعا احنا ممكن نشرحه في اكتر من 3 محاضرات ديرة وادي النطرون، لكن انا حاولت اختصرها بقدر الامكان بحيث ان احنا مجرد ناخد الحاجات المهمة اللي تفيدك انت كجايد. وشكرا ليك يا